في صغري علمني أبي أن أكتب كوابيسي على ورقة حتى لا تعود مشددا، وها أنا الآن أكتب أطول كابوس نشته على الإطلاق. مرحبا أسامة، هذا الرجل اليوم من مضرب أبراج أمريكا، قمت دعيت إلى الله سبحانه وتعالى يا رب أسألك باسمك العظيم أن ترزقني طفل بالمناسبة. تحب أبوك؟ تحب البابو؟ إيش قد؟ أبوك أعطينا نراته يا طيب، اذا بكره بايع على المسرح ما بياخذوه؟ يعني انا بدي يعني زجه في المعارك، اذا النصره ما زجته انا بدي زجه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ليش عم تبكي؟ عم تبكي على البكي فادي. لا تخاف. أي ما تكتب على هذا الشرعي؟ أي عندك تلحقني؟ اضرب 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 اضرب.